الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا امل. طيبين يا رب. وانتي طيبه. لو سمحت يا دكتوره، انا بقالي اكتر من شهر ونص بحاول اوصل لحضرتك، مش عارفه. نورتيني حضرتك. قاعده بس اسمعيني، انا قاعده عند والدتي بقالي شهرين وعايزه اتطلق من جوزي، فانا دعيت ربنا كتير يدلني اعمل ايه. تمام. انا حلمت بيه 3 مرات. بس بالله عليكي تقولي لي يا تكملي يا تتطلقي صريحه. ونعم بالله. حاضر. طب اتفضلي. اول مره انا حلمت بيه ان انا وهو وانا عندي ولدين وبنت دخلنا حديقه الحيوان. بس ما شفتش الحيوانات، بس انا عارفه ان انا في حديقه الحيوان، ولقيت شجره. والشجره دي فيها مسندين سفنج محطوطين تحتها. فانا لقيت موجود ايه تحت الشجره يا اماني؟ يا امل؟ مسندين، مسند سفنج بس اتنين. مساند. طيب. مساند. اتفضلي. مساند سفنج، والمساند دي ليها كسوه. فهو عايز ياخدهم، فانا قلت له خلاص لو هتاخدهم يبقى تفك الكسوه عشان ما حدش يعرفهم ولا يعرف اللي احنا خدناهم. مين ده اللي عاوز ياخدهم؟ جوزي. جوزها اللي هي عايزه تتطلق. ما هم اولادها. كملي اتفضلي. فانا قلت له خلاص ايه، يعني شيل الكسوه من عليهم عشان ما حدش يعرفهم، وفعلا انا الكسوه بتاعت المسندين وخدناهم. وبعد كده مشي، كان في باب حيوان مفتوح. هو عدى من قدامه ومشي بالراحه جدا. عشان الحيوان ده ما يخرجش عليه. تمام. ورجع تاني من قدامه بالراحه. وبعد كده احنا مشينا وخرجنا بره الجنينه، فانا بقول له تعالى انا عايز اجيب للولاد مانجا. تمام. وهو رحنا محل كبير جدا مليان مانجا حلوه قوي لونها اصفر. فهو لقى بره المحل في 3 اقفاص خوخ، بس الخوخ تعبان ودبلان قوي. هو عمال يلاقي من الخوخ، وانا ادلق الخوخ واقول له احنا عايزين مانجا، وهو لقى خوخ جه 3 مرات وانا ادلقه واقول له انا عايزه مانجا. تمام. فانا لما دخلت محل المانجا لقيت خطيبه اخويا واقفه لابسه ملحفه رمادي. لابسه ملحفه؟ لونها رمادي. فانا اتبسطت ان هي لابسه ملحفه، اللي هي زي الاسدال بس الواسعه قوي دي. فانا اتبسطت ان هي لبست الملحفه، يعني هي لابساها عشان خاطر اخويا. انا لما قربت منها لقيتها لابسه فستان رمادي وعليه طرحه شيفون نبيتي، بس من ودنها لحد نص كتفها عريان. فانا بقول لها ينفع تقولي اسمها ولا لا؟ هي اسمها امنيه. تمام. انا قلت مش مشكله، لو هي دي الحته بس عريانه انا هبقول لها تغطيها. تمام. بس هي كانت بتضحك ومبتسمه وقالت لي لو عايزه مانجا خدي من القفص ده، ده القفص ده طازه ولسه جاي. تمام. فانا كنت هاخد منه. فده الحلم الاولاني. قولي لي بقى، انت طالبه الطلاق وزوجك اوقات بيوافق واوقات بيرفض؟ بس ساعات تقول لي لو هتطلقي بشروط ومش بشروط وكده يعني. بس انا كنت تعبانه وعايزه اتطلق بصراحه، بس دعيت ربنا كتير ان اعمل ايه مش عارفه. بصي انا مش هكذب عليكي، انا مش شايفه ان هو هيطلقك بسهوله. طب مش ممكن يكون كويس يا دكتور؟ ممكن، بس هو هنا الاولاد، موضوع المساند اللي انت شفتيهم دول، وفي رمز بتاع الحيوان اللي هو رايح جاي قدامه ده، مش هقوله بالظبط تحديدا ايه، بس هو حد يعني، سوري طبعا سيبك من تشبيه الحيوان ده ايه، ده بيكون حد من الاهل، يعني بمعنى اصح حد يخصك انت. تمام. موضوع كمان الخوخ، انت عايزه مانجا وهو الخوخ، فالخوخ دوت خدي بالك الخوخ حروفه من اولها زي اخرها، يعني بمعنى اصح ان هو يعني مش هيطلق بسهوله. الخوخ من اوله لاخره كده بتتنطق زيها زي بدايتها زي مؤخرتها. فمعنى كده ان الموضوع هيساومك فيه كتير جدا جدا جدا، وممكن يكون بسبب الاولاد. البنت اللي انت لقيتيها امنيه، بس انت لقيتيها مكشوفه، فده بيعود عليكي انت، هي كانت مبتسمه بس مكشوفه، فمعنى كده انا شايفاها انك انت تصبري شويه على الموضوع ده، لان الموضوع بعد كده مش هيبقى مريح ليكي خالص خالص خالص. ممكن تتمنيتي الامر وهتنوليه، بس مش هيبقى يعني، هيبقى بعد تعثر كتير جدا جدا، ولو نولتيه الموضوع هيبقى صعب. فربنا بيوريكي الرؤيه ان هو مش هيرضى يطلقك دلوقتي، ولو انت فعلا خلاص مشيتي في موضوع الانفصال الموضوع هيبقى متعب ليكي قوي قوي فوق ما تتخيلي بعد كده، والله اعلى واعلم. طب الرؤيه الثانيه يا اماني؟ الحلم الثاني، انا حلمت ان هو جاي، احنا عندنا عربيه في الحقيقه وحرابيته عامله حادثه جامده جدا من الجنب. في الواقع؟ لا لا، في الحلم احنا عندنا عربيه فعلا لونها سيلفر، لونها رمادي فاتح قوي. ايوه. جاي شايلها على عربيه ثانيه يعني،
والعربيه جنبها كله متكسر خالص. انا بقول له ايه اللي حصل للعربيه ده؟ قال لي معرفش انا عملت حادثه. بس هو واقف على رجليه بيكلمني. فبعد كده انا لقيت نفسي انا ركبت العربيه وهي معموله حادثه، بس اللي شقت ومشيت بالعربيه بنت كده تقريبا عندها 32 سنه بس شكلها حلو. هي اللي سقت بيها العربيه ومشيت. تمام. فبعد كده انا لقيت نفسي رايحه فرح، الفرح ده فرح اخويا. دخلت قاعة كبيرة، بس القاعة دي لقيتها مدرج اللي هو سكشن مدرجات يعني. تمام. مدرج وهو قاعد لوحده بس العروسة مش موجودة، وانا لابسة بنطلون اسود وزي بلوزر ماضي كده، بس شكلي مش يعني زعلان، شكلي زعلان. واخواتي الاثنين الشباب التانيين واقفين. تمام. والناس قاعدة في المدرجات دي، فاخويا قاعد زعلان قوي، بس العروسة مش موجودة في القاعة. فهو بيقول لي بيتخانق مع اخواتي ان هم ما عزموش ناس يعملوا هيصه في الفرح. فانا بصيت كده لقيت نفسي لابسه مش حلو، بقول انا ليه واقفه لابسه كده؟ انا عايزه اروح انا عايزه اروح البس الفستان الجديد بتاعي، انا شاريه فستان عشان خاطر احضر بيه الفرح. تمام. فستان شكله حلو. فبقول لنفسي انا هروح الحق بسرعه اجري عشان يعني البس الفستان ده. بس اخويا كان قاعد في الفرح زعلان جدا ومتضايق وبيتخانق مع اخواتي التانيين عشان الفرح ساكت ومش هايط. الفستان اللي في الرؤية، انت قلتي الفستان ده بتاعك صح؟ لا انا شارية فستان جديد عشان احضر بيه الفرح. ده في الواقع ولا في الرؤية؟ لا في الرؤية. في الرؤية يعني بس هو فستان حلو بس انا مش لابسين. بس انت يعني هو موجود عندك في الرؤية، كأنه موجود عندك بس انت ما لبستيش. كأنه موجود بس انا ما لبستيش. وكنت شارياه. تمام كملي. فبعد ما اتخانق مع اخواتي انا قلت اجري الحق البس الفستان وارجع والفرح شغال. الحق ما هو مش تمام. انا جريت قوي، فانا فضلت اجري اجري اجري، فطلعت على زي مصطبة عاليه كده ولابسه على ايدي سلسله، فلقيت واحده ست خطفت من ايدي السلسله دي. فانا بعد ما مشيت خطوتين قلت ليه اسيبها لها السلسله دي بتاعتي، فرجعت تاني بسرعه وخطفتها منها ولبستها في ايدي تاني وجريت. تمام. وطلعت بقى عند بيت ماما بسرعه بسرعه عشان الحق البس الفستان، لقيت اخويا اللي هو المفروض اللي هو العريس قاعد وحاطط عيش ورز وكفته وقاعد بياكل، واخواتي الاثنين اللي كان بيتخانق معاهم قاعدين في الشقه. انا بقول لهم انتوا جيتوا ليه؟ مش انتوا سبتوا الفرح ده؟ انا جايه البس. قالوا لي يا عم احنا فضينا الفرح ومشينا. طيب حاجه تانية يا امل؟ معلش، الحلم الثالث انا حلمت بجوزي برضو. اتفضلي. حلمت ان انا ماشيه راكبه العربيه بتاعته هو وولادي الثلاثة قاعدين ورا وانا سايقة لوحدي. بس انا مش عارفة امشي، يعني طول ما انا ماشية في الطريق العربيات هي اللي بتخبط لبعضها عشان يوسعوا لي سكة امشي، لان انا ما بعرفش اسوق في الحقيقة. والعربيات تنط على بعضها والاتوبيس يخبط في الناس طول ما انا ماشية في الطريق، بس انا ما جرانيش حاجة. فانا برجع بضهري، كان في واحدة ست واقفة ومعاها شاب وولدين، انا خبطت ولد من الولدين دول وقع في الارض. فانا قمت نازله ركبت الناس دي في الكنبه ورا بتاعت العربيه، ورجعت اجري جدا على جوزي، خبطت عليه كان هو في شقه، خبطت عليه وقلت له تعالى الحقني الحقني انا عملت حادثه وخبطت واحد. هو كان لابس فانله بحمالات وبنطلون بيجامه. نزل من البيت يجري معايا، بس كان لما نزل يجري كان بيجري على ايده ورجله زي الحيوانات كده، كان بيجري بسرعه جدا. جوزك؟ جوزها. وبعدين يا امل؟ وهو بيجري قبله كلب قام خبطه جامد رجعه لي تاني جنبي واستخبى ورا عمود نور. وظهرت كلاب سودا بطريقه رهيبه وقفت قدامنا. كتير جدا. فهو فضل مستخبي وانا واقفه قدام الكلاب دول، فبقول له مش هتجري؟ خايف يطلع للكلاب دي هتاكله. فانا عندي قط كبير جدا، هو لعبه موجود عندي في الحقيقه، بدات اهش بيه الكلاب عشان ابعدهم عننا. وفعلا انا لما حذفتهم بالقط ده كنت ماسكاه من ديله وحذفت القط ده كده عليهم وانا لسه ماسكاه، الكلاب كلها جت ناحيه الشمال وجوزي قدر يخرج من ورا العمود ويجري بسرعه جدا زي ما هو كده زي الحيوانات على ايده ورجله عشان يروح يلحق الحته اللي انا عملتها. تمام. قولي لي يا امل، انت عايزه تسيبي جوزك ليه؟ مشاكل باستمرار، يعني انا في مشاكل كتير مع جوزي وكل يوم مشاكل وخناقات فتعبت. طيب لو قلنا لك ان الرؤى بتقول لك ارجعي تاني، انا على فكره مش بجمل الموضوع علشان اقول بقى حرام ان انا اقول لك انفصال والكلام ده، خدي بالك من حاجه، الرموز بتاعه الرؤيه الاولى المدرجات اللي انت شفتيها دي
اخوكي ومفيش عروسه وانتي كنتي لابسه مش كويس. انا سالتك على الفستان بتاعك وقلتي لي كنت شارياه، يعتبر شارياه جديد، بس انا متاكده ان ده رمز لزوجك. جيتي بعد كده اكدتي لي الرمز بالسلسله بتاعتك اللي اتخطفت منك، ما هي بتاعتك زي الفستان ما هو بتاعك اللي هو زوجك. حاولي انت تستحملي على قد ما تقدري، لان الكرب كبير جدا مش هيبقى سهل. المدرجات اللي ظهرت دي معناها انت واخواتك مواضيعكم كده، لا قدر الله ممكن اخوك يسيب عروسته فعلا وانت تسيبي جوزك فعلا وتقعوا كلكم في مشكله مش سهله. خدي بالك من حاجه كمان، اخوك في الرؤيه كان بياكل واخواتك قالوا لك فضناها وراحوا من البيت، معنى كده كل واحد هينشغل في حياته وانت هتبقي لوحدك. بالله عليكي حاولي انك انت تفكري كويس جدا. الرؤيه الثانيه كمان، الرؤيه الاولى لسه فيها موضوع الحادث، انا ما بحبش الحوادث في الرؤى نهائي. جيت انت بعد كده قلتي ان انت كنت سايقه العربيه بتاعت جوزك وكنت بتخبطي، معنى كده ان احوالك كلها لا قدر الله بعد الانفصال الدنيا معاكي هتبقى صعبه صعبه صعبه، وانت قرارك من دماغك علشان انت كمان اللي سايقه باولادك الكلاب والحاجات دي كلها، وجوزك ماشي زي ما انت ما قلتي كده بالطريقه اللي هو فيها دي. طبعا الجزء ده لا يحمد، مع ان الواحد ما يتشبه بحيوان في المنام بيكون حاجه كويسه له، علشان تكونوا عارفين تكون فيها حاجه كويسه، مواجهه صعاب، يقدر يتحمل كل حاجه. لكن هنا في كلاب سودا وفي الحاجات دي كلها، انا محتاجين رقيه شرعيه اكيد هتعدل الدنيا دي، وجوزك اهتمي بيه من ناحيه رقيه شرعيه. حاولي انك انت التماثيل والاعذار انه ممكن يكون مأذي من حاجه، فحاولي انك انت ترجعي بيتك تاني، حصاني بيتك، ارجعي لاولادك، لان المواضيع اللي جايه بجد صدقيني والله لو انا شايفه اي رمز مش كويس هقول لك، هصدقك القول. لكن هنا انا شايفه ان انت بعد كده هتقعي في مشاكل مش سهله. ربنا يا رب يهدي ما بينكم ويصلح حال زوجك اللي بامر الله، والله اعلى واعلم. معايا فايزه.